نحن الآن في دبي في بث حي ومباشر. ثلثي جاهز من أجل مباراة كبيرة وتنافس قوي بين الفريقين على أرضية الملعب. بداية الشوط الأول. محاولات الوصول للمرمى وتسجيل التقدم. يلا يا جمهور دبي، سمعونا التسجيل. وين الحماس؟ ببي توفري تنزل الملعب. جيد للكرة في محاولة لكسر التعادل. تتخلص. تأني في بناء الهجمة. دقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. ثلاثين ثانية على نهاية الشوط الأول. تبادل جيد للكرة. هذه فرصته. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. شوط أول النزل للنزل بين الفريقين، وأتطلع لعودة المنافسة في الشوط الثاني. عودة للمباراة مع ركلة البداية. بناء جيد للهجمة بحثا عن هدف التقدم. مستحيل هذا.
بناء الهجمة يأخذ وقتا. عم نلعب بالدقيقة الأخيرة. واحد ضد واحد. كانت فرصة للتقدم في النتيجة. لديه ثانية بس لتسجيل هدف الفوز. محاولات عديدة لخفض التقدم في اللحظات الأخيرة. ثلاثة، اثنين، واحد. إذن سيكون هناك